عايز دي دي حلوة قوي. كم بقى كانه سايح دي، علشان كده انا اشتريتها. لو حلوه هجيب منها تاني يعني، لسه ايه تحت التجربه. طبعا الشمعه دي بتتحرك كانها ايه، كان يعني الدنيا بتولع يعني، فاهمين؟ نقفل ايه ده، في ايه يعني، انت هتبوظي في الفيديو يعني ولا ايه؟ ازيكم، معاكم سلسله فيديو النهارده بنتكلم عن مشتريات رمضان. كل سنه طيبين ويا رب يرفع عنا البلاء والوباء. طبعا احنا بنبقى ماشيين في الشارع، احنا بنشتري مشتريات بنبقى خايفين من بعض لسه، بس التزمي بلبس الكمامه ورش كحول على ايدك وربنا يسترها علينا. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، لسه باين علينا، لسه طالعه من تحت، حتى ما قعدتش لسه ولا الماسك ولا الشنطه، بس قلت بقى ايه، حماس بقى حماس، اصور بقى المشتريات اللي انا لسه شاريها النهارده علشان ما كسلش، عشان لو انا كسلت ممكن اصور لكم مشتريات رمضان بعد العيد. فقلت بقى ايه، حماس بقى حماس، حتى دخلت بحاجتي كلها كده يعني، يا دوب بس قلعت الجزمه وقلت بقى ايه اوريكم انا اشتريت ايه. يا رب يعجبكم المشتريات، ويشوف الفيديو ده عشان تعرفوا الاسعار الحقيقيه للحاجه، عشان محدش ينصب عليكم، علشان انا شفت نصب كتير قوي. طبعا ده موسم، في ناس بتحب اللي يزود ال 20 وال 30 وال 40 على الحاجه، فتابعوا الفيديو ده ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب اول حاجه معايا جبت اطباق بورسلين، انا فتحتها اهو. ده اول طبق، ده بيعتبر صينية بيتزا، بيبقى بورسلين كده، بيبقى فيه اخطاء بسيطة فبيبقى بيتباع بسعر كويس. ده انا جايباه ب 45 جنيه، بس هو بيتباع ب 35 جنيه، بس هو واقف عليا ب 45 جنيه علشان انا جايباه اونلاين وكمان ديليفري وكده، فهو واقف عليا ب 45 جنيه. تمام، ده اصلا انا جايباه مش عشان اعمل فيه بيتزا، انا جايباه علشان هحط يعني هعمله كديكور يعني، هعمله صينية لسه هظبطه، وبس ده انا جايباه علشان كديكور يعني، مش هطبخ فيه او هعمل بيه اي حاجه، بس هو الناس بتقول عليه ان هو بيستحمل الحراره، بيخش الفرن وميكروويف وكمان يعني على البوتاجاز كده عادي، بس ما جربتوش. ماشي، ده اول حاجه. تاني حاجه بقى الطبق الازرق ده، برضو ده انا جايباه للديكور. طبعا انا كنت عايزاه كله يبقى لونه ازرق، بس دي العلامه البيضاء دي هي رسمه فيها، بس بعد ما اشتريته انا جه في دماغي فكره حلوه قوي، ان انا احطه واحط مثلا شمع هنا. طبعا انا مش عايزه ماما تسمع الكلام ده، خاصه عشان ماما تقول لي انت تافهه قوي، انا عارفه ان ماما هتقول عليا كده. المهم ان ده انا جايباه برده للديكور، وبرده هحطه في الصاله. بصوا واخدين يعني ايه، واخد على اساس ان هو رمضان كده، في تحس ان هو رسم اسلامي كده، وانا بحب اللون الازرق قوي،
كنت بدور على الاطباق اللي هي لونها ازرق دي ساعات بتتعلق على الحيطه. ده كان ب 35 جنيه، وممكن تلاقيه ارخص من كده بس هو 35 جنيه فهو يعتبر سعره حلو. هتقول بقى انا عشان ما اكسرش فيهم، استنى عشان انا مش هستخدمهم دلوقتي. ماشي، دي اول حاجه. بص هبدأ اول حاجه دي، هبدأ اعصب بجد. بعد كده بقى اشتريت التمريه دي. التمريه دي انا قعدت ادور عليها كتير، لقيتها في جروبات كانت ب 35 و30 و25 و20، وكنت هشتريها لان ايه، قلت سعرها حلو وكل حاجه. بعد كده بقى كنت بتفرج على فيديو يوتيوب بالصدفه، لقيت واحده جايباه ب 10 جنيه ولقيت فيديو تاني واحده شارياه ب 11 جنيه وربع، تمام، بس من المحل. فانا اشتريته اونلاين ب 15 جنيه. دي بقى تمريه احط فيها البلح عشان ايه، يشجعني ان انا اكل بلح، يعني يشجعني ان انا اكل بلح. كسرها انا ذكرت الكسر اهي، بصوا حلو قوي وشكلها عاجبني. فيه بقى اشكال كتيره من دي، يعني في كذا شكل كده، ايه يعني في كذا نقشه، بس النقشه دي يعني اللي لقيتها، ودي كرتونتها علشان لو عايزه تشتري زيها دوري عليها بسعر رخيص، علشان في ناس كتير نصابه، يعني في ناس بتباع 35 جنيه وبينصبوا، تمام. فحاولي تدوري على سعر كويس. يعني انا عامله الفيديو ده النهارده عشان انا جايبه لكم كل، يعني انا شاريه كل الحاجات بسعر كويس واغلبتها اونلاين، فقعدت ادور بقى ما استعجلتش، قعدت اسال هنا وهنا وهنا لحد لما جبتها بسعر كويس. نيجي بقى على دي، على دي بقى، دي اساسا اللي هي مفارش التلاجة، صح، بس انا اصلا مش هستخدمها كمفارش تلاجة، انا هحطها كديكور على رخامة المطبخ وعلى الترابيزه. بصوا ما فتحتهاش، انتوا عارفين، بصوا مش عايزاكم تتخضوا، مش عايزاكم تتخضوا، انتوا عارفين انا جايبه دي من امتى، انا هقول لكم. عارفين العيد الصغير اللي فات، رمضان اللي فات، انا بقى بعد العيد الصغير جبت دي، يعني انا جايباها مثلا في شهر 7، احنا في شهر كام دلوقتي، احنا في شهر 3، يعني داخله على سنه شارياها. لقيتها في الصدفه كده عند الراجل، طبعا الراجل ايه كان حاططها على جنب كده لان رمضان خلص خلاص، مين اللي هيشتريها، فانا اشتريتها وقلت هشيلها لرمضان اللي بعديه عشان كنت عايزه اشتريها في رمضان اللي هو اللي فات، بس ما يعني ما عرفتش اشتريها فاشتريتها. كانت بكام بقى؟ ب7 جنيه ونص. هما كام مشمع؟ اعتقد ان هم اربع قطع كانوا ب7 جنيه ونص، تمام، ب7 جنيه ونص. فانت لو لقيتي حاجه زي دي هاتيها، حلوه قوي، والماتيريال بتاعتها يعني مش واو، بس يعني ب7 جنيه ونص 4، يعني حلوه قوي، وهستخدمها كمفارش عشان انا بحب قوي بقى اللي هي الرسمه دي، تمام. بعد كده بقى ايه، دخلت فتح الله بعد الجوله اللي انا عملتها دي عشان زينت رمضان، لقيت المنظم ده، ماشي، ده ماركته اهي. بصوا بقى انا لقيته متين قوي، يعني الله اكبر، يعني جميل، تمام، فلقيته ب 55 جنيه، فحسيت ان سعره حلو قوي، تمام. في منه تقليد وبيبقى البلاستيك بتاعه كده مايع، ما تشتريهوش. انا اشتريت ده واحد من ده وشاريه اللي زيه بتاع اوكي، بس لسه ما ركبتوش. ده برده بدبل فيس بس لسه ما ركبتوش، فمش عارفه هو هيلزق كويس ولا لا، بس كخامه حلو. حتى انا لقيت واحد متركب، خدت المتركب وسبت اللي هو لسه هيتركب علشان حسيت ان هو جامد، فمش هعرف يعني، بصوا جامد ازاي، مش عارفه ادخل اصلا الحاجات، فانا قلت ايه، اذا كان انا مش عارفه ادخل دي فانا هعرف ادخله كله، فجبت الجاهز بقى على طول. فانت لو لقيتيه متركب هات المتركب وهم يركبوا بقى واحد تاني عادي. بعد كده بقى ايه، الشنطه دي بقى هي زينه رمضان، ماشي، تعال بقى نشوفها. بص انا جبت اللمط دي، شكلها حلو، لون اضاءتها لونها اصفر، ماشي، عجبتني قوي جبتها. دي كانت ب 35 جنيه، تعتبر سعرها حلو، ماشي، الساده خالص ب 20 وب 30، فدي ب 35، ماشي، ممكن تلاقيها ارخص، يعني انا مش جايبه ارخص حاجه، بس انا قعدت الف لحد لما جبت ارخص حاجه في الشارع، ماشي. وبعد كده بقى جبت الشمعه دي، بصوا 1 2 3 تاتا، دي بقى انا جايباها علشان احطها في الفانوس بتاع رمضان، ماشي. دي كانت ب 15 جنيه وفيها كانها شمع بجد، شايفين، فعشان كده جبتها، شايفين الحركه اللي هي الشمع كانه سايح دي، علشان كده انا اشتريتها. لو حلوه هجيب منها تاني، يعني لسه ايه تحت التجربه. طبعا الشمعه دي بتتحرك كانها ايه، كان يعني الدنيا بتولع، يعني فاهمين. نقفل ايه ده، في ايه، يعني انت هتبوظي في الفيديو يعني ولا ايه بالظبط؟ اشتريت بقى اخر حاجه،
الحاجات يعني دي اللي انا كنت محتاجاه. بص انا جبت المنظم ده، منظم المعالق، علشان كنت عايزه اوفر مساحه في الدرج، فمش عارفه هو هيجي في الدرج ولا لا. بقول لكم ايه، تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي. ده كان ب 17 جنيه ونص. بسبب كام؟ ب 17 جنيه ونص. في ناس بتبيعه ب 25، في ناس بتبيعه ب 30، فانت هتدوري على الرخيص ب 17 جنيه ونص. جايباه من محل اسمه يا بلاش، هو المحل اسمه كده في المنصوره، ماشي؟ فاكيد هتلاقي زيه في القاهره كتير او في اي محافظه بقى ايا كان، وهتلاقيه سعره كويس. تعالوا بقى نشوف كده هو هيخش درج ولا انا هشوف هعمل فيه ايه لو ما دخلش. يا رب يخش بس. تعالى بس هوريكم الحاجات كده هندخله الدرج مع بعض. دي بقى شايفين دول؟ دول ايه بقى؟ دول صدادات، صدادات بيبان. انا عندي الباب بيرزع في الدولاب، خرم الدولاب كده، وعندي باب تاني بيرزع في الحيطه، خرم الحيط. فانا اشتريت دول. دي الواحده ب 5 جنيه، مش غاليه برضو منه. وبص هي مطربه شويه، فانا قلت ايه همسحها كده وتبقى شكلها نضيف. طبعا يعني جبت حاجه ما تبانش من الحيطه، انا عندي البيضه لونها زي بيج كده، فدي مش هتبان قوي، ماشي؟ كان في منهم اشكال كتير. وجبت دي علشان هقول لكم انا جايباها ليه بعد كده. دي بتاعت اللي بتدخل فيها ايدي المقشه، جبت واحده بس. دي برده ب 5 جنيه، سعرها حلو. فجبت يعني جبت الثلاثه دول ب 15 جنيه. فجبت الثلاثه دول ب 15 جنيه، قلت هجربهم. لما اجربهم ايه هوريها لكم. يعني دي هستعملها في حاجه هتعرفوها بعدين. بقول لكم ايه، انا افضل احنسكم هحمسكم ولا حنسكم؟ المهم دي انا هحطها تحت الحوض، هسند عليها المقشه، يعني اكيد مش هعمل بيها حاجه غير كده. طيب انا كده وريتكم المشتريات اللي انا اشتريتها رمضان، تمام؟ وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك الفيديو وعجبك المشتريات كمان. واهو بصوا انا نسيت اعمل البتاع ده معاكم في الدرج. شوفوا شوفوا انا نسيت ازاي. تعالى بقى نشوف. بص الدرج اهو. بص يعني بعدين يعني بص طلعت ضيقة، طلعت ضيقة يعني فرق سنتي بالظبط، طلعت ضيقة. طيب شوف بقى انا هعمل ايه في الموضوع ده. يا عيني ده اتصدم. ممكن بقى احطه كده وخلاص. بص بقول لكم ايه، هشوف بقى انا هعمل ايه. مش مهم مش مهم، خليكم في المشتريات دي. يا رب يكون عجبك الفيديو، ما تنسيش اللايك والاشتراك، وتابعوني في الفيديوهات الجايه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. يلا باي باي.